ناقش محافظ تعز شوقي أحمد هايل اليوم مع مسؤولي إدارة شرطة المحافظة والمختصين بشرطة السير الخطط التنفيذية لمعالجة الاختناقات المرورية المقدمة من مكتب النقل والشؤون البحرية بالمحافظة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من مدير فرع مكتب النقل ومدير عام صندوق النظافة والتحسين ومدير شرطة السير ومدراء مديريات القاهرة وصالة والمظفر والتعزية للوقوف أمام الخطة والنزول الميداني والبدء بتنفيذها والإعداد للمرحلة الثانية من الخطة. وفي الاجتماع وجه المحافظ شوقي برفع الفرزات الخاصة بالمديرية الريفية من داخل المدينة وتحديد مواقع خارجية لها من أجل تفادي الاختناق المروري وعرقلة حركة السير.